مشوار مدن بعيده ورحله سعيده ولنا بالعالم دار. بدنا تذاكر بدنا تذاكر صرنا زمان الماضي الناطر. هو ابو الفقير، بهذا يلقب ترامواي بيروت الذي يعود إلى الزمن الجميل كما يقولون. ولكن ما هي المعلومات التي نمتلكها عن الترامواي؟ كم كانت التعرفة آنذاك؟ ما هي المحطات التي كان يمر فيها؟ من هم الأشخاص الذين ارتدوه؟ وكيف كان التفاعل المجتمعي فيه؟ أسئلة عديدة حملها أعضاء الفرقة البحثية إنسان في معهد العلوم الاجتماعية الفرع الأول، ونزلوا بها إلى الشارع لنبشي ذاكرة الأهالي. اشتغلنا على نلحق نتبع أثر ترامواي بالنص وبالصورة وبالذاكرة. هلأ بالذاكرة عملنا تحقيقات شفهية مع الناس ختيرة بعدة مناطق، واشتغلنا على الصحف القديمة، واشتغلنا على بعض الكتابات القليلة جداً، اشتغلنا جبنا خرائط قديمة نحن أنتجنا عليها، أضفنا عليها كتير نقاط بتهمنا حول الترامواي. الترامواي ضبط الجغرافيا، عمل محطات له نقطة انطلاق له نقطة نهاية، الناس بلشت تنضبط بقصة المكان. الترامواي ما فيك تقلي له نزلني هون إذا بتريد. شغلة تانية ضبط الزمن، أول مرة يمكن نحن نبلش نحترم الوقت والزمن هو بحجة الترامواي. وفي عم نقول بترمى، بس يبدو انه صارت منسوجة بالحياة اليومية وإلى معنى مع الترامواي، لانه هو اول مناسبة تجبرنا ننضبط بالزمن. بنطلق الساعة 6 بيرجع الساعة 12. حرب من الحناطير كانوا يقولوا لهم انه الترام لانه بيمشي على الكهرباء، الحنطور بيمشي على الدواب، الدواب انذكرت بالقرآن فهيدا من شغل الشيطان فما منقرب له. عرفنا كمان من الناس انه البطاقات بلشت بأقل من قرش اول شيء. هالمرفق هذا بيكشف أبعاد المدينة ككل، حركتها، إيقاعها، آن الأوان، وخاصة بالأنتروبولوجيا أنه نطل على مواضيع مدينية. على طول خط ترامواي نشأت المدينة وتوسعت من مدارس ومستشفيات ومخافر وحتى المقابر، تم جمع أسمائها وضبطها في خرائط ثلاث. لما نشال الترامواي نشال الناظم المدني تبع المدينة لصالح اشياء تانية، وما طولت كتير بعدها ولعت الحرب يعني وسادت الفوضى وبعدها جارة حالة لهلأ، ولهلأ ما في قانون يعني. ترامواي بيروت هو جزء من ذاكرة المدينة التي لابد من تجميعه وحفظه قبل الاندثار. نبيل خصين، قناة الجديد.